السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أنزل الله قرآن نورا لا تدفع مصابحه وسراجا لا يحبو توقده هاجا لا يضل نهجه وعزا لا يهزم انصاره فهو معدن الايمان وينبوء العلم وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيع لقلوب الفقهاء ودواء ليس بعد داء هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم القران فيه نبا من قبلكم وفصل ما بينكم هو الحق ليس بالهزل بالحق انزله الله وبالحق نزل من عمل به اجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم من طلب الهدى منه عزه الله ومن ابتغى الهدى من غيره اذله الله, الله يرفع الله به اقواما ويضع به الاخرين وياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه قال صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala harfun wa mimun harfun ibadallah innal insana bila qur'an kal hayati bila ma'in wala hawa'in dzalika annal qur'an huwa ad-dawa'u wasy-syifa' قال الله تبارك وتعالى وننزل من القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين عباد الله كلما ضاقت بالانسان مسالك الحياه وشعابها وافتقد النور عند الظلمة يجد القرآن خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وبهاء وبه تنضبط النفس المترددة أمام الزوابع والأعاصر ولربما ضاق بالمرء الضائق فلا يجد إلا أن ينشد روحته في قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالقرآن راحة وطمأنينة. Wasaaan datun wasaah la badillah Hadha wasallahallah ala Muhammad wala wa alihi wasoh bi ajmain. Wassalamu aalaikum warohmatullahhi wabarakatuh.